السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، بداية جديدة، وأكيد وصفات جديدة. اليوم جايتكم بوصفة شوي، هالوصفة تنقذنا لما يزيد في عنا حشوة من الكوسة والدوالي أو الدجاج المحشي أو الملفوف مثلاً. لما يزيد عنا شوية رز نستعمل هالوصفة. اليوم أنا جايتكم فيها كاملة لنعملها بتفاصيلها وبأدق التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تضبط لكم طعم هالوصفة اللي أنا جايتكم فيها اليوم. رح نعمل فليفلة محشية مع التمر الهندي. يمكن تستغربوا شوي التمر الهندي، ولكن اللي ما جربها بطعم التمر الهندي رح تعجبه كتير. وهلأ رح نحكي المقادير لننتقل لطريقة العمل. بما ان حكينا فليفلة محشية فأكيد بدنا فليفلة. تختاروا حبات الفليفلة الوسط، لا صغار كتير ولا كبار كتير، لحتى كل واحد ياخد حبة من الفليفلة وتكون كافية معاه تماما. رح استعمل رز قصير الحبة مغسول منقوع ومصفى. رح نستعمل كمان لحمة مفرومة خشنة. عندي كمان معجون البندورة، الملح، الفلفل الأسود، البهار اللي مشكل، شوي من العصفر، وكمان شوي من الكاري، وأكيد معاي زيت زيتون. والمكون السري بهالوصفة اللي هو تمر هندي، بيجي باكتات بهالطريقة. رح نبلش بداية بالتمر الهندي. هحطه بجاط وأخذ مي مغلية وأغمره بالمي المغلية. رح أنقعه وأخليه لآخر الوصفة لما نضيفه، حورجيكم كيف تشتغلوا فيه. طبعاً التمر الهندي مش بس على الفليفلة، بتقدروا تضيفوه على الكوسة، على الباذنجان، على أي نوع من المحاشي اللي بالمرقة الحمراء، هيطلع معاكم طعم مميز غير عن المتعودين عليه. هلأ رح ناخذ الرز. مقدار الرز أنا حاطة تقريباً 3 كاسات صغار من الرز قبل النقع. طبعاً هضيف عليهم نص كيلو من اللحمة. رح أضيف عليهم فلفل أسود، معلقة صغيرة تقريبا، بهار مشكل. رح أخذ شوي من العصفر للي بحب لون الرز أصفر، واللي ما بحبه أصفر بحب يكتفي بلون البهارات اللي هي البنية، يكتفي بالبهار اللي مشكل. عندي كمان الكاري وأكيد الملح. كمان شوي، وآخر شي معاي زيت زيتون. اللي مش متوفر زيت زيتون عندهم يضيفوا زيت نباتي حتى يعطي للرز لمعة وطراوة. هلأ رح نخلط كل هالمكونات مع بعض حتى تصير عندي حشوة جاهزة. طبعاً هاي الحشوة نفسها نقدر نحشي فيها الدوالي، نقدر نحشي فيها الكوسة والباذنجان المحشي، أي نوع من الحشوات بتقدروا تستعملوا نفس التتبيلة. هنجانسهم كلهم مع بعض بهالطريقة. صاروا معي جاهزين. هنخلي الحشوة على جنب وننتقل لتجهيز حبات الفليفلة. تمام، هنخليهم على جنب وناخد هون الفليفلة. هاخد هلا حبة الفليفلة بهالطريقة، واخد سكينة رفيعة. يا اما بتقصوها بهالطريقة، يا اما بتعملوا زي ما انا هعمل. هاخد بس القمعة بهاي الطريقة، أشيلها وأتخلص من البذور اللي موجودة جواها. هيك صارت معي جاهزة. نفس القمعة هأشيل منها البزر وأخليها في الحبة تبعتها. رح نرجع كمان حبة. هنخليها على جنب. نفس الشيء أشيل البذور من القمعة ونخليها جنبها.
هيك صار شكلهم بعد ما جهزتهم كاملين. اهم شيء نخلي القمع تبعتها وتكون نظيفة من جوا. هلا رح نيجي للطنجرة اللي رح نشتغل فيها. رح نبلش ناخذ الحبة تبعتنا نحشيها 3/4 للرز، ونحاول لما نحط الرز فيها ما نضغطه كتير، نخليه على راحته. هاخد الحبة بإيدي وأدقها بهالطريقة لحتى ينزل الرز لتحت، بنفس الوقت إحنا ما نضغطه لنعطيه مجال لحتى يستوي. هاخدها 3/4 محشية، هغطيها بالقمعة تبعتها، مش ضروري تكون 100% مظبوطة ولكن تكون مغطيتها لحتى تستوي. هنرتبها بالطنجرة بهالطريقة. ناخد كمان حبة نحشيها، ندقها، نغطيها، نحط القمعة عليها ونرتبهم بالطنجرة. هنعملهم كاملين بنفس الخطوات. المهم ما تكون كمية الحشوة كبيرة لأنه بدنا نعطيه مجال ليستوي، لما يستوي رح يرتفع لفوق. إذا كانت فيها كمية الرز كتير كبيرة ممكن إنها تتمزع وتتفزر حبة الفليفلة، وممكن من الرز من الداخل ما يستوي ويضل معاي مرزز، فإحنا بنعطيه مجال لحتى يستوي ولحتى يرتفع جوا الحبة. وآخر حبة وبصيروا معي جاهزين للنار. هلأ رح نضيف مي سخنة لو ما غمرناهم 3/4، بعدين رح نصير نطول كل شوي من المي نحط جوا حبات الفليفلة لحتى يستوي الرز من جوا. رح أضبط الطعم شوي من الملح، تقريبا معلقة كبيرة ملح، فلفل أسود. رح أضيف عليه هلأ كمان معجون البندورة. رح نخليه على نار عالية لحتى يغلي. آخر شي ضل معاي التمر الهندي، هنستعمله آخر الوصفة. هنخليها على النار لحتى تغلي وتاخد تقريبا من 15 لـ20 دقيقة الاستواء تبعها. كل شوي حشيل الغطاي، هاخد معلقة، احط معلقة كاملة من المي جوا حبات الفلافل، حرفع زي هيك واحط المي ونغطيها ونخليها لحتى تستوي، نشوف حبات الرز كلياتهم استووا. بعدين رح نيجي لخطوة التمر الهندي اورجيكم كيف نضيفه على الفلافل. أول ما صارت البندورة تغلي مع المي رح أصير أخذ شوي من هالصلصة وأحطها جوا حبات الفليفلة لحتى يستوي الرز اللي جواها. ما نكتر لحتى الرز ما يخبص، كل شوي مندير قدر معلقة صغيرة. بعد هيك رح أنتقل
للتمر الهندي بعد ما حطيت عليه مي مغلية، رح أمسكه بهالطريقة وأضلني أضغط عليه لحتى ينزل كل الطعم اللي موجود بحبات التمر الهندي. طبعا هذا الشعيرات والبزر كله ما رح نستعمله، رح نتخلص منه. احنا رح ناخد الصوص هذا كامل اللي بننزله منه، رح أصير أمسك وأعصر بهالطريقة لحتى تنزل كل الخلاصة اللي موجودة بالبذور واللي موجودة برضو بالشعيرات. إذا حسينا إنه المي صارت باردة وما عم تتفتح معي مزبوط، رح أرجع أضيف عليها شوي من المي المغلية، أو أخذ الصحن نفسه أدخله دقيقة على الميكروويف لحتى يسخن وتصير علي هالعملية سهلة. حنخليه لنهاية استواء الفلافلة ونصفيه ونديره فوق الخلطة ونخليه 5 دقايق بس لحتى يغلي. خليكم معي راجعين. ورجعت لكم بآخر 5 دقايق من هالوصفة لتشوفوا كيف رح نضيف التمر الهندي. بداية رح ناخده ونتأكد انه كل الحبات نزلوا التمر اللي موجود فيهم. هلا رح ناخده وننقله على مصفاية ناعمة كتير بهالطريقة، نحاول نصفيه تماما من البذور والشعر اللي موجود فيه. هاي الخطوة جدا مهمة قبل إضافته على أي نوع من أنواع البندورة أو على هالطبخة بالذات. هلأ بورجيكم البذور تبعته كيف بتطلع. فإذا انضافت بالطنجرة رح تعطيني طعم جدا سيء ورح تصير بالأكل جدا مزعجة. حنصفيها مزبوط بهالطريقة، وإذا حسيتوا الشعيرات كلياتها والحب ما نزل كل التمر الهندي الموجود فيه، برجع بحطهم بنفس الصحن وبدير عليهم كمان شوية مي مغلية، برجع بعمل نفس الخطوة بعصرهم وبضيفهم بالمصفاي ليتصفوا. تمام، هيك صاروا معي جاهزين. شوفوا الحبيبات والبذور اللي موجودة فيه، وهي الخلاصة تبعته. حكيت لكم آخر 5 دقايق من الاستواء رح نكشف الطنجرة ونضيف التمر الهندي. ولهاي الوصفة بالذات ما بتزبط إلا مع التمر الهندي، واللي ما جربها مع تمر لازم يجربها لحتى يغير فكرته عن أكل الفلافلة بدون تمر هندي. رح أخليها هلأ تعقد 5 دقايق بعدين نطفيها ونسكبها وهي سخنة نأكلها. خليكم معي راجعين. بعد 5 دقايق متأكدنا انه التمر الهندي تعقد مع البندورة، رح ناخده ونبلش فيه سكب. طبعا تقدروا تزيدوا البندورة لحتى تصير معاكم صوص سميك شوي، طبعا هاي الخيار برجع لكم. هلا رح ناخد حبات الفلافلة نرفعهم شوي شوي لحتى ما يتمزعوا معي، ونرتبهم بصحن التقديم زي ما خبرتكم. هيك بصير كل واحد ياخذ حبته بالصحن ياكلها كأنه ما اخذ صحن رز كامل. الرز مستوي، الفلافل مستوية، المرقة معقدة مزبوطة، بحاجة لملح او شوي من معجون البندورة طبعا حسب رغبتكم. بالنسبة للملح ما تزيدوا كتير، يعني ممكن ناس تكون ما بتحب الملح كتير فبتصير تزيد على صحنها.
هيك صارت معي جاهزة. رح ناخد المغرفة وناخد شوي من هالشوربة نضيفها بنفس صحن التقديم ونشيل صحنين على جنب نخليهم لكل واحد لما بياخد بصحنه حبة يضيف عليها كمان شوي من المرقة. وهيك صارت وصفتي لليوم جاهزة، بتمنى تعجبكم، جربوها وأعطوني رأيكم فيها. بالنسبة للتمر الهندي قلت لكم كمان تقدروا تستعملوه مع الكوسة ومع الباذنجان، وبتقدروا تعملوهم كلهم مع بعض، كوسة وباذنجان مع الفليفلة. طبعا الفليفلة منضيفها آخر ربع ساعة من الطبخة، ما منحطها من البداية لأنه رح تدوب. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. تابعوني أنا الشيف أحلام عبد الله من مطبخ الأحلام يوميا على قناة اليرموك.